في الحقيقة أنا أتواجد في غزة ليس على اطلاع كبير بما يدور في الأروقة السياسية والمفاوضات، ولكن عندما تتحدثين عن هذه المفاوضات وعن هذه الجهود، نتحدث هنا في غزة عن استمرار الغارات الإسرائيلية واستمرار استهداف المنازل. لم تتوقف الطائرات الإسرائيلية منذ ليلة أمس وحتى هذه الساعات من استهداف المنازل وشقق السكنية بصورة متواصلة ومتلاحقة، لا يمر ساعة إلا وقد تصلنا أخبار عن استهداف منازل وشقق سكنية أو حتى تهديد منازل، تهديدها بإطلاق صواريخ من طائرات الاستطلاع. هنا فقط في غزة خلال النصف ساعة الماضية أكثر من 5 منازل تم إنذارها وإطلاق صواريخ من طائرات استطلاع مسيرة بدون طيار في منطقة النصر. هناك شقة تم إنذارها، وأيضا في منطقة محيط مسجد فلسطين في مدينة وسط مدينة غزة تم إنذار أيضا شقة في مبنى سكني. وقد كانت هذه المنطقة ليلة أمس شهدت قصف عنيف وقصف لأحد المساكن في هذا الحي أدى إلى استشهاد صاحب المنزل وزوجته وإصابة جميع أبنائه في قصف أصاب منزلهم بصورة مباشرة ودون سابق إنذار. كذلك هناك إنذارات متعددة لقصف منازل في غرب مدينة خان يونس، أيضا في مدينة غزة هناك تهديد لإحدى الشقق السكنية. الآن يصلنا في حي النصر غرب شمال مدينة غزة، أيضا هناك قصف لمحيط المستشفى الأندونيسي في شمال مدينة غزة. القصف استهدف منطقة خالية أو أرض فارغة ولكنه بجوار وملاصق للمستشفى، مما أدى إلى وقوع أضرار إضافية إضافة لما تعرض له هذا المستشفى من أضرار نتيجة قصف الطيران الإسرائيلي في المناطق المجاورة لهذا المشفى.